إبراهيم. أنت قديش صار لك تشتغل هو؟ من 20 سنة بعرف كل موظفينها واحد واحد، مين بيكذب مين بيصدق مين بيرش ومين بينش. طيب المدير شو بتعرف عنه؟ بيقبض؟ بدك ضميري؟ اسألتها. لسه ما عرفت عنه شيء. خوش لساته متعين جديد هون، بس كل شوارب وإلها مقصها وكل واحد وإله ثمنه. اسمع لقلك ببرق، شو رأيك مازالك أنت تعرف كل الخشات تبع الموظفين وبتعرف مين بيقبض ومين بنش ومين برش؟ شو رأيك نشتغل سوا والرزقة اللي بتجينا منتقسمها بالنص، نصها لك ونصها لي، يعني 50-50؟ ايوه 50-50. ماشي الحال. عندك معاملة؟ ليك هذا شو؟ شوف لي اياها بتمشي هي؟ بتمشي ركض، ما فيها شيء، توقيع واحد من ابو زاهر وبتنتهي. قد ايه بتكلف هي؟ هي بتكلف لابو 1000 ليرة. عظيم. انا قابض من الجماعة 1500 ورقة، معناتها بزيد لنا 500 ورقة، ففتيتك 250 و250 ففتيتي. اعطيني ففتيتي. ايه ما حزرت. ليش؟ لانه شو بيعرفني انك رح تدفع لابو زاهر 1000 ورقة كلها؟ بلكي دفعت له 500 ال500 الثانية. ليش مالك مأمن لي؟ حبيبي هي مصلحة ما بأمن فيها لأبي، أنا بدي أشوف كل شيء عم تدفعه بعيوني. إيه ما حذرت. ليش؟ لأنه إلي بيأمن لي، أما إذا شافك معي رح يخاف يقبض وما بيوقع المعاملة. إيه مزبوط، بسيطة معناها. اسمع لقلك، أنا بوقف يا عند الباب يا عند الشباك، بدي أشوف كل شيء بعيوني. ماشي الحال، قبلت. إيدك على المصاري. هاي الألف ولا ماشي. لا هذا شو؟ ما حزرت. بطلت توقع المعاملة؟ لا. عن إذنك بس 5 دقايق. وين رايح؟ أنت أكبر قدر هلا وقتها. أبو زاهر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو زاهر. أهلين أبو رعد. أهلين أبو زاهر. هالمعاملة محتاجة لتوقيعك الكريم. وهي لمين هي؟ لواحد صاحبي. بس هي بعرف استاذ، بعرف دبرها بمعرفتك. مو على عيني، مو حلة البركة يا ابو رعد، وهي تكرم عينك. تفضل اخي، هي خالصة وعلى الاخر. الله يسلم هالديات. ودياتك يا حق. يعني ما عاد بدها شيء ثاني؟ لا 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 ابدا. الله يعطيك العافية، السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. تعال وسخني. يا سلام. شفت بعينك شلون؟ بري عليك. وطي صوتك. بري عليك. ايوه هات المعاملة. ايدك بالاول على المصاري. ها ايه حقك. هيدي هيدتين هي 50. هات المعاملة. بالاول في بيناتنا حساب. عنده حساب، هي وصلوك ال 250 ورقة على دوس معرفة. لسه الشرط يلي خسرته ولا نسيت؟ لا ما نسيت، بس لا تقوي. ما رح قوي لك، بس رح خليها تذكرك انه بلاي ما بتحسن تشتغل شيء. انت شو اسمك؟ ابو رعد. اسال حي الله موظف يدلك علي، وهي المعاملة. الله لا يشبعنا. الله لا يوفقك يا ابو رعد، روحت لي الشحمه. شو جاب مرتي لهون؟ Thank you.
صالح، انا الدكتور احمد. اوعى تذكر اسمي. ايه بس انا بحكيك، انت لا ترد. اللي مالتي عندك بالمكتب مو هي؟ ايه ابو صالح، بتجيب لي اوعيه؟ انا عم بستناك بالطابق الاول. ايه عند حصالة التليفون. لا تاخر. حاضر. مين ابو صالح؟ مرتي بدها ربطة خبز. نحن عم نعر اولاد يا مدام، نعر اولاد. الو مين؟ ما عم اسمع علي صوتك، ما عم يرتفع؟ حاول ترفع. الو مين؟ اهلين دكتور. اعطيني اياه بدي احكي معه. انا اعطيني اياه بدي احكي معه. هي بدها. اعطيني. انت ما بتعرف هات السماعه. الو وينك انت؟ عم بحكي من مجلس الوزراء. ما بحسب بدي اتاخر شوي، بطلع من هون على البيت فورا. يعني مالك جاي على المديريه؟ ما بعتقد، الاجتماع بجوز ما يخلص لنهاية الدوام. طيب على راحتك. أميرة ما سألتك شو بدك مني؟ ليش جاي على الشركة؟ في شي مهم؟ لا ما في شي، بالبيت بنحكي. مع السلامة. نفدنا. صدقني ما بعرف. السلام عليكم. عليكم السلام. المعاملة عنده يا أخي. لا مو موجود. ما بعرف لما ترجع. لا أبدا. أستاذ طلال. نعم أستاذ. ابعث لي أبو صالح، وبعد ما تبعته كمان ابعث لي خبر لهذا أبو زاهر واللي اسمه أبو رعد، يجوا لعندي بسرعة. هلا هذا الباب مين فتحه؟ المدام قالت لي افتحه. ما بصير، انا بس اللي بقول لك افتحه. حاضر. شو بقى عندنا؟ خير ما في شيء، قرصتني نحله. هلا كان خليني ندور لك على سنتوم افرط لك اياها فيها. هلا تعاوني للبس. استاذ ممدوح مبسوط منكم كثير، وعم يقول لي انكم موظفين اكفاء نشيطين شرفاء، وانا طلبتكم لحتى اقدم لكم الشكر بنفسي. لا شكر على واجب يا سياده المدير. ان شاء الله نحن دائما عند حسن ظنكم فينا. شو حسن؟ عند حسن يا ابني. عند حسن زيدي، عند حسن ظنكم فينا. نعم تفضل استاذ، هدول اللي طلبتوهم. عظيم. قديش حقهم؟ 1000 ليره. ايه بسيط. شو هالنسوه هي؟ حاطط المصاري بالجاكيت الثاني. طيب ماشي، قل له اني بعدين بحاسبه. بده حقهم هلا. طب ادفع له انت وبحاسبك له. انا منين الالف ليره والدنيا لسه اخر الشهر. طيب والعمل هلا؟ انا بشوف احسن شيء نرجعهم وبكره بشتري غيره. لا شو رجعهم؟ قلت لك اني انا بحاجتهم ضروري. ما بعرف، دبر حالك. طيب ماشي، انت تيسر انا بدبر حالي. استاذ عفوا، معك شيء 1000 ليره؟ 1000 ليره؟ لو سمحت. مو على عينتي. هي شغله بسيطه سيدي. تسلم. نحن كلنا على حسابكم. تسلم. حلك البركه. يا ريت نقي لياهم جدد. بس جدد؟ امرك سيدي، على راسي. لا تاخذهم سيدي الا جدد وسخنين كمان. سخنين سيدي. تفضل سيدي. يسلموا ايديك. الف هرب طلت الغرض. تسلم يا رب. مو معقول ابدا. خير شوفي سيدي. شوفي نفس الارقام. ارقام شو سيدي هاي؟ هدول ارقام ورقتين من فئه ال 500 ليره. ادعى احد المراجعين انه اعطاهم لاحد الموظفين رشوه. انا بالاول ما صدقت، قلت له مستحيل يكون عندي فيه بالمديريه موظف بيرتشي. بقى ما قلت لي شو رايك بالموضوع؟ عملتها بسيطه، بس لا تنسى انه رجلي ورجلك بالفلقه سوا. سيدي انا بعترف انا بغلطتي سيدي. انا عم بعترف بغلطتي. هذا سيدي الطويل اللي اجى لعب بعالي واعطاني ال 1000 ليره سيدي. انت اللي اعطيته المصاري؟ ابدا سيدي، انا ما دخلني النوب
لا شفته ولا اعطيته شيء ولا اخذت منه شيء منوب. عم تبلاني سيدي. طيب شو رايك فتشك وطالع من جيبتك 250 ليره؟ هي ارقامهم. شو قلت؟ فتشك؟ ما في داعي استاذ. وهلا شو بتريدوني اعمل فيكم؟ ببوس ايدك استاذ، سامحني، بوعدك ما عاد عيدها. سيدي انا عملت سيدي وبكون السماح سيدي. طبعا انا ممكن احولكم للقضاء بتهمه الرشوه، بس ما بحب خربان البيوت. هالمره راح اعطيكم فرصه تكفروا فيها عن غلطتكم. هاي المعامله راح خليها عندي، لكن اذا كررتوها واخذتوا رشوه من حدا ما تلوموا الا نفسكم. فهمتوا؟ التوبه بحياتي ما راح اعيدها. التوبه. وانا كمان سيدي التوبه. التوبه. خلاص خلاص يلا صرفوا لمكاتبكم. الله يوفقكم سيدي، الله يرفع البلاء عنكم وعن اولادكم. ان شاء الله ما بنحترم عليك سيدي، الله طولنا بامرك. خلاص ابعد سيدي ابعد. روح ابعد. ابعد؟ نعم استاذ. نعم نعم. هذا ال 250 ليرة على عيني استاذ. ال 50 تبعك هاتوا. تفضل. اوعى تعيدها. حاضر استاذ. يلا الله معك. شكرا سيدي، سلام عليك. سلام. المكتب اتصلوا فيه اللي لازم نروح على مجلس الوزراء، فقلت ما حلو يروح بالطقم القديم. قديم؟ ايه ما صار لي اسبوع شريت لك اياه. بعدين من امتى بتشتري ثيابك لحالك؟ على طول انا اللي بشتري لك اياه هون. هذا اللي صار شو بساوي يعني؟ شو؟ سيبني هيك ان شاء الله مفكر اني صدقتك. هات لشوف وين كنت ومع مين؟ كنت بمجلس الوزراء. وشو قصة ثيابك اللي شالحهم بالمكتب؟ لك وطي صوتك، عيب الحكي قدام الاولاد. ليش شالح ثيابك بالمكتب؟ فسر لي، اقنعني، بطل شك. شوفي اميره، انا حر ايه ومالي ملزم اشرح لك كل شيء بيصير معي بالمكتب. بعدين انا لك انا حر، بشرح انت ما بدي وبلبس انت ما بدي. فهمتي؟ بعدين هشر وحبر. يعني هلا شلون بدي هشر وحبر؟ هلا اذا رسبت انا مين مسؤول؟ اه شو قصتكم انتم؟ يتخانقوا ما دخلني انا نهزبتني يلي ما عطيني لا هشر ولا حبر. اختار يا انا يا هي. مين هي؟ سكرتيرتك الحسناء انشبر ونص. شو دخل السكرتيرة بالموضوع؟ قلبي ما ارتاح لها. ما المهم انت ترتاحي لها، المهم انا ارتاح لها بالشغل.
اسمع احمد، انا بعد ما تجوزتك ما خليتك تحط ممرضه بدالي بالعياده مشان ما تلعب عينك عليها. فاذا بتحبني وبدك اياني ضل معك تبعد السكرتيره عنك. عين سكرتير بدالها، شو بتخسر؟ هلا قيميني من قصه السكرتيره والسكرتير وفهميني، منين هذا طقم الكنبايات اللي برا؟ انا ما فهمتك انك ما تشتري. انا ما اشتريت شيء. لك انا منين؟ اجونا هديه. هديه من مين؟ اختي وجوزها اشتروا لنا اياهم هديه حلوان منصبك الجديد. حلوان منصب الجديد؟ ابصر جوز اختك هالغالي على شو عم يرسم. تفضل دكتور، تفضل. يسلم هدياتي يا ابو صالح. صحتين وهنا. ما قلت لي الشغل هون احسن ولا بالعياده؟ انا ما راح جاوبك، سأل صديقك الدكتور وهو بيقول لك. لا زيدي، انا بعرف جوابكم انتوا الاثنين. هلا كل هالشيء صار معك بهالمده القصيره هي؟ المشكله يا وحيد اني ماشي بطريق وما لي عارفان شو نهايته، والمشكله الاكبر اني لحالي، مثل ما بيقولوا ايد واحده ما بتسفل. بس قلت لي انه في موظفين شرفاء وعم بيساعدوك. مزبوط، بس قلال شوي. هلا شو بدنا بيسيري؟ قل لي شو اخر اخبارك الفنيه؟ عم بنتظرك. تنتظرني لي؟ ايه. مشان شو؟ عم بنتظر منك تفصيل دقيق ليومياتك وكل طرفه مرت معك بدك تحكي لي اياها. وهالشي بشو بفيدك؟ رح اعمل منه مسلسل جديد وسميه يوميات مدير عام.